Happy birthday to you. Happy birthday to Zuzu. Happy birthday to you. Sana حلوة يا جميل. Sana حلوة يا جميل. Sana حلوة يا Zuzu. Sana حلوة يا جميل. يلا حلم بلم بلم حيا غرفة صد. هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد. اتمنيت ايه نناه؟ اتمنيت ان السنه دي تبقى حلوه علينا كلنا يا روح نناه. ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبين يا حبايبي. يا احلى. كل سنه وانت طيبه يا زوزو. كل سنه وانت طيبه. ادخلي يا اختي. طيبه يا زوزو. ما شاء الله يا زوزو، ده انتوا ولا ما تكونوا اخوات. انا خايف السنه الجايه تبقى شكلك اصغر منها والله. يا واد يا بكاش. احبك انا يا هتكعب. الله. كل سنة وحضرتك طيبة يا زوزو يا جميلة. الله. حلوة أوي أوي أوي. يا رب تكون جبتي القلاية ولا إيه؟ جوه. ماما قالت لي عايزة القلاية الصحية دي الإير فراير. كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يخليكي لي يا قمر. تعرفوا يا أولاد، أنا حاسة إن السنة دي هتبقى حلوة علينا أوي، كلها رزق وخير. الحمد لله يا رب. يا رب يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب. يلا يا اولاد كلكم، الاولاد كلهم يساعدوني. يلا يلا يا جماعه ساعدوا الناس. يلا بقى بسرعه. ادوا للرجاله اول. يلا زوزو يلا يلا. خد رشد امك. تعالى ممكن اساعد ازاي؟ ادوني طبق. اعملي طبق لباباك. طبق طبق. وانتي وانتي يا سلمى طبق طبق طبق. حوشي اكل خطيبك حكم هو بيتكاسب. يلا يا سلمى اعملي طبق لخطيبك. كل سنه وانت طيبه يا زوزو. خد ايه ده؟ على مالك. يلا اعملوا له طبق. حبيبتي كفايه حلويات، ما تاكليش كتير. في ايه؟ حرام عليكي، سيبيها تاكل براحتها. ما تدلعهاش يا طنط. قولي زي ما انت عايزه. انا خايفه على صحتها، ما تدلعيهاش. بس مامتك عندها حق يا مريم، على فكره انت مليتي شويه. انا بتكلم علشان صحتها. حبيبتي كل اللي انت عاوزاه. أنا بتكلم عشان صحيتها برضه يا منى. ها قلت لي بقى عايز تطلع بتاع جيمز؟ فيها إيه؟ يا بنتي الجيم ديزايننج دي حكاية بره مصر. طب وطنط منى بقى موافقة على الكلام ده؟ وهي مالها؟ أنا اللي هدرس مش هي. أنا ماما بس لو ما دخلتش طب ممكن يجرى لها حاجة. ماما دي قديمة قوي. بس لعلمك انا كده كده هجيب مجموعه طب حتى لو ما دخلتهاش. براحتك. طيب انا عايزاكي عشان الصوره. يلا عشان الصوره. يلا يلا بينا. يلا يا جماعه يلا يلا اتفضلوا. يلا يا منى يلا يلا عشان الزاويه دي. يلا روحي اقفي جنبي. انت بقى هنا جنبي. لا ما اقدرش انزل، ما تيجي توجعني. تعجزت يا شادي. الولاد يقعدوا تحت يا ماما. تعالي كده كريم اسكت في الزاويه. يا كريم قول لنا نعمل ايه. احنا معاك يا حبيبي. انزلوا تحت كده. انا ما اقدرش. اهم حاجه زوزو تبقى هي العروسه بتاعتي. يلا شباب. يلا يلا يلا. يلا تمام يا قمر. ورينا بقى يا معلم الدنيا عامله ازاي يا كريم. وريك كل حاجه. وريك كل حاجه دلوقتي واعمل لك كل اللي نفسك فيه. كريم الله الله. كريم انا حلوه ولا ايه؟ ورينا تعالى يا كريم. بصي بصي ماشي يا عم. بقول لك ايه؟ ماما مش طايقاك، خش صالحها بدل ما تبهدلك قدام خطيبتك. ولا يهمك يا حبيبي، بقول لك ايه؟ انا مفهمها ان انا كنت مع اصحابي. ها؟ ماشي. ها؟ وروني بقى الصوره اللي صورتوها من غيري. ادي يا عم الصوره اللي صورناها من غيرك ونعيدها عشان خاطرك يا دكتور. لا الغايب مالوش دي حلوه قوي. ايه ده؟ مين ده؟ مين الراجل في الصوره دي؟ اتأخر. مين ده؟ مين ده؟